الشركة لا زالت تعمل على قدم وساق، تأخر الملعب كثيرا بأسباب خارجة عن يعني إرادة نادي الشرطة أو حتى وزارة الداخلية. 2014 توقفت المشاريع بسبب دخول عصابات داعش الإجرامية، ثم استؤنف بقرار عقد ملحق إضافي كان 2018. ملعب التمرين به نسبة إنجاز جيدة لا بأس بها، لكن رأي الشركة تقول انه منسلم الملعب وحده ونبقى نشتغل بالرئيسي، يرتئون انه يقدموهن اثنينهن سوا. صبرنا هذه السنوات، فعلينا انه نصبر هذه السنه ايضا، ولا انه نادي بحجم الشرطه جماهير الشرطه بدون ملعب حقيقه خطيئه كبيره. اجبنا على كل الاستمارات التي بعثت الى النادي حتى نكون جاهزين للاشتراك بدوري المحترفين. من ناحية توفير مبالغ اللاعبين لازم 50% تكون موجودة، وهذه بكتاب السيد وزير الداخلية باعتبارية الجهة الراعية. كذلك كل ما يتطلب منا من تهيئة القدرات والإمكانيات لإنجاح الفريق ومشاركته في دوري المحترفين، أعتقد الشرطة جاهز بشكل كبير. الحمد لله، احنا مثل ما يعني انت ذكرت